النهاردة كان عندنا اجتماع مهم للمجلس الأعلى للجامعات، وكان الاجتماع حقيقي فيه شوية حاجات كتير مهمة. أهم حاجة فيها خبر يهم أسر الحقيقة كتير، هو أنه هيكون في امتحانات قدرات لكليات السياحة والفنادق وقطاع التمريض قبل ترشيح مكتب التنسيق. طبعا خبر يهم كتير من طلابنا اللي داخلين الامتحانات الشهر الجاي، وخاصة بناتنا اللي كتير منهم أصبح بيروح مؤخرا على كليات التمريض. طيب احنا معانا بقى على الهاتف الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم. ألو. يا أستاذة بسمة، أهلا بيكي. مساء الخير يا أستاذ رفعت، منورنا يا فندم. ربنا يخليك، أشكرك. أهلا بيك. عايزين نعرف يا فندم، إيه هي الاختبارات المتوقع ليها أنه ياخدها هؤلاء الطلاب؟ أستاذة بسمة، أولا هذا الاجتماع كان خاص بالمجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب في المجلس الأعلى للجامعات. أيوه. لأن عندي في المجلس الأعلى للجامعات مجلس خاص بشؤون التعليم والطلاب ومجلس خاص بالدراسات العليا والبحوث. أيوه. وهو أقر هذه التوصية أو هذا القرار، وسيعرض على المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه يوم السبت القادم إن شاء الله. يعني لسه يا فندم مش قرار رسمي؟ يعتبر قرار شبه رسمي، لان هما اللي بيحضروا نواب رؤساء الجامعات. واتفقوا على ذلك، ومدى كليات السياحه والتمريض والخلاف، وبالتالي هيعرض على المجلس الاعلى للجامعات عشان يكون هناك قرار باسم المجلس يوم السبت ان شاء الله برئاسه الدكتور خالد غفار وزير التعليم العالي. دي نمره واحد. نمره اثنين، اولا كليات السياحه والفنادق منذ انشائها، يمكن كنت اول كليه سياحه وفنادق في جامعه حلوان ايام الدكتور محي الدين عبد اللطيف لما كان اول عميد ليها، كانت هذه الاختبارات موجوده بالنسبه لكليه السياحه، لكن كانت انترفيو، كانت مقابله شخصيه. وبعدين حصل شكاوى من هذه الاختبارات وقالوا لا، ده فيها قد يكون نوع من المجامله او المحسوبيه، فاتلغت هذه الاختبارات واصبح دخول كليات السياحه بطريق المجموع. ايوه. كليات التمريض كان بيتم عمل اختبارات لهم، لكن بعد توزيعهم من مكتب التنسيق بناء على مجموعهم على كليات التمريض، ثم يجرى الاختبار لهم ويشوفوا مدى استعدادهم لممارسة المهنة والاتزان النفسي للطالب وخلافة. إذا لم يتوفق الطالبة في امتحان أو هذه المقابلة الشخصية، تعاد أوراقها مرة أخرى إلى مكتب التنسيق وتتوزع على الكليات التي تتفق مجموعها، بعد ما يكون مر على الدراسة وبداية الدراسة الجامعية يجي شهر أو شهر ونص. فطبعا كانت بتعمل مشكلة بالنسبة لهم. تم الاتفاق على الآتي. طب المختلف إيه بقى المرة دي؟ اللي أنا بقول لحضرتك اللي تم الاتفاق عليه الآتي، أن الامتحانات دي لكلية السياحة والفنادق ولها هدف وأقوله دلوقتي، ولكليات التمريض ولها هدف، لكن تجرى بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة. فإذا كانت زي اختبارات كليات التربية الرياضية والتربية الموسيقية اللي هي بتسموها اختبارات القدرات، فإذا اجتاز الطالب هذه الاختبارات وجه تقدم لمكتب التنسيق وكتب الرغبات بتاعته ومجموع الرغبات بتاعته جت عند المجموع اللي يؤهله لدخول كلية التمريض، فإذا كان ناجح في الاختبارات يخش. أيوه. ناجح مش هيخش الكلية. نفس النظام بالنسبة لكلية السياحة والفنادق، لكن اختبارات كلية السياحة والفنادق هتكون مختلفة شوية. نمرة واحد، حتى لا تكون هناك شبهة مجاملة أو شبهة محسوبية في اختيار الطلاب اللي هيخشوا كليات السياحة والفنادق، الامتحانات هتبقى إلكترونية وبنظام الاختيار المتعدد، وهتكون مركزة على ثلاث حاجات يا أستاذة بس. نمرة واحد. أيوة. وهم نمرة واحد المام الكامل أو الكبير جدا للطالب بالمعلومات العامة والسياحية والجغرافية بالنسبة لبلده. اثنين، ودي اللي هيبقى الجزء الأكبر من الدرجات عليها. نمرة اثنين التمكن من اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية على حسب اهتمامه أو دراسته باللغة الأولى هتبقى عنده بالنسبة له إيه. لأن هناك طلاب اللغة الأولى عندهم الفرنسي الأجنبي، فرنسي. أيوه.
يبقى الاختيار النجاح في اللغه بهذا. نمر الثلاثه بقى، قدره الطالب او هذا الطالب على التواصل مع الاخر. انا دلوقتي بمعنى ايه يا فندم؟ انا فوق سياحي، كيف اتعامل مع الفوج السياحي بمختلف ثقافاته بمختلف كذا بمختلف كذا كله. هنا انا بكون ممثل لدوله اللباقه بكل حاجه. واخد بال حضرتك؟ اذا نجح في هذه الاختبارات وجه عند اعلان نتيجه الثانوي العام، وكانت رغبه الالتحاق بكليه السياحه الفنادق في الترتيب المتقدم، ما دام المجموع بتاعه يؤهله يبقى هنا ناجح في الاختبارات. إذا هنا اختبار إلكتروني، ليس هناك تدخل بشري، وفيش ليس هناك أي محسوبية، والاختبار في المعلومات العامة وفي اللغة. بالنسبة لاختبارات التمريض لن يكون فيها تغيير عما كان يتم قبل ذلك، سوى إن أنا بقدمها قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة. وبالتالي إذا كانت طالبة عايزه كليه التمريض ولا حاجه، هو نجحت في هذه الاختبارات التي يتم التركيز على فيها على الاتزان النفسي وكيفيه التعامل مع المرضى. معلوماتك طول الوقت الحقيقه استاذ رفعت مهمه. بشكرك جدا استاذ رفعت فياض، مدير تحرير اخبار